إنساني تجاه رجل قدم أخوه شهيد وأخوانه شهداء وظل يقاتل من أجل هذا البلد لغاية الانقلاب بتاع 19 أبريل. والبنقول للناس اللي بيجوتوا دين نحن والله بنقول لكم هلا هلا على الجد والجد هلا هلا عليه. زمان شغلتنا السلطة وأمراض السلطة، لكن الآن حنوريكم كم مدارش حصحاص معارضة في زلاسة. وين المعارضة دي شنو؟ في المعارضة ما فيسبوك وخروج الشارع، ونحن الكتار في البلد. عشان كده يا حمد يا دوك تأكد بأنه هتجي تأشرس معارضة ليس من أجل الوطن لكن من أجل حكومة إن شاء الله سبحانه وتعالى حنسقطها في 6 شهور قادمات بإذن الله. ونحن بنقول كلام مسؤولين منه. الزول ده الآن يا أخواننا كلام واضح، قال حيرفع الدعم من المحروقات. أي زول يا أخواننا يجهز لستكم ويجهز شكرا.